مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم مجددا في هذا المباشر من طنجة. وفي بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة أصيلة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء من توقيف شخص يبلغ من العمر 43 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت قناة شوف تيفي بنسخة منه أنه جرى توقيف المشتبه فيه خلال عملية أمنية بحي الخندقيين بمدينة أصيلة، وذلك أثناء عملية تفريغ شحنة من المخدرات انطلاقا من سيارة رباعية الدفع إلى داخل أحد المستودعات، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز 66 رزمة تحتوي على 220 كيلوغرام من مخدر الشيرة، يشتبه في كونها كانت موجهة للتهريب عبر المسالك البحرية. وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، فيما لا زالت التحريات جارية بغرض توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وذكر البلاغ بأن هذه العملية تندرج في سياق المجهودات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة ترويج وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية. إذا مشاهدينا الكرام، ضربة المعلم توقيف شخص للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، حيث أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة أصيلة تمكنت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء من توقيف شخص يبلغ من العمر 43 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت قناة شوف تيفي بنسخة منه أنه جرى توقيف المشتبه فيه خلال عملية أمنية بحي الخندقيين بمدينة أصيلة، وذلك أثناء عملية تفريغ شحنة من المخدرات انطلاقا من سيارة رباعية الدفع إلى داخل أحد المستودعات، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز 66 رزمة تحتوي على 220 كيلوغرام من مخدر الشيرة، يشتبه في كونها كانت موجهة للتهريب عبر المسالك البحرية. وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، فيما لا زالت التحريات جارية بغرض توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وذكر البلاغ بأن هذه العملية تندرج في سياق المجهودات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني
لمكافحة ترويج وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية. إذا مشاهدينا الكرام كنتم معنا مباشرة من طنجة، حيث أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني عن توقيف شخص للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز السوس الرز ما تحتوي على 2320 كيلوغرام من مخدر الشيرة، يشتبه في كونها كانت موجهة للتهريب عبر المسالك البحرية. إذا ضربت المعلم لرجال الحموشي الذين يسهرون على حماية أمن واستقرار بلادنا، تحية لهم على المجهودات التي يبذلونها طيلة 24 ساعة على 24 ساعة من أجل حماية المواطنين والسهر على سلامة المواطنين. إذا مشاهدينا الكرام شكرا لكم على تتبعكم هذا المباشر، ألقاكم في مباشر آخر، تحية لكم، إلى اللقاء.